معدن أزرق منافس للنفط يفتح شهية الشركات العالمية، يسمى بالذهب الأزرق ويستخرج معظمه من الكونغو، لكن من المغرب يأتي الأفضل والأنقى والأجود، وبين كل سنة وسنة يرتفع سعره آلاف الدولارات. الكوبالت معدن استخدم قبل قرون للزخرفة والزينة، ويستخدم اليوم في أكثر التقنيات تعقيدا ليصبح من أكثر المعادن طلبا. فمن أين تأتي أهميته؟ ولماذا يعتبر المغربي منه الأندر في العالم؟ الذهب الأزرق عبر التاريخ عنصر مغناطيسي صلب، يستقر في الهواء ولا يتفاعل مع الماء، ويشبه الحديد والنيكل في خواصه الفيزيائية. الكوبالت عنصر ينتمي إلى المجموعة الثامنة في الجدول الدوري، ويتواجد في النباتات والحيوانات والهواء والماء والتربة والصخور. قد يدخل أيضا في بيئة أخرى من خلال الغبار المنبعث من الرياح، أو عن طريق مياه الأمطار التي تغسل التربة، بالإضافة إلى الصخور التي تحتوي على الكوبالت. في وقت سابق ولعدة قرون استخدم لإطفاء اللون الأزرق على الزجاج والخزف، وقبل آلاف السنوات استخدم المصريون مركبات الكوبالت في منحوتاتهم، واستخدم أيضا في المجوهرات الفارسية من الألفية الثالثة قبل الميلاد. أما اليوم فيستخدم في العديد من السبائك الفائقة لصنع أجزاء من محركات الطائرات والتوربينات الغازية، كما يستعمل كمحفز للصناعات البترولية والكيميائية. لكن هناك صناعة واحدة بدأت بالانتشار مؤخرا ستنقل هذا العنصر إلى مستوى آخر من الأهمية، وهي صناعة السيارات الكهربائية التي هي بحاجة إلى بطاريات يكون عمرها طويل وبالإمكان إعادة شحنها. وهنا تأتي مهمة الكوبالت في رفع جودة البطارية وإطالة عمر صلاحيتها، حيث يتم استخدامه بكونه مادة ضمن تكوين القطب الموجب لبطاريات الليثيوم التي تستعمل خصيصا في السيارات الكهربائية والهواتف والحواسيب. ويعتبر المعدن أيضا أساسيا في تكنولوجيا إنترنت الأشياء والانتقال الرقمي، الذي يحتاج إلى ثلاثة معادن أساسية وهي الليثيوم والأتربة النادرة والكوبالت. منجم بوزار المغربي. يعتبر المغرب من الدول الرائدة في إنتاج الذهب الأزرق. بدأ إنتاجه في البلاد في عام 1928 عن طريق شركة CCT التابعة لشركة مناجم، وهي واحدة من أكبر خمس منتجين لكوبالت الكاثود عالي النقاوة في العالم. أما عن ما يميز الكوبالت المغربي عن غيره، فهي درجة نقاوته العالية والتي لا تتوفر في أي مكان في العالم. يتم استخراجه عن طريق منجم بوزارة بإقليم ورزازات، والذي يتكون بشكل خالص من الكوبالت النادر، حيث إن معظم الكوبالت المستخرج في العالم هو عبارة عن مادة مشتقة من معادن أخرى، ومع زيادة الطلب على هذا المعدن بسبب زيادة الطلب على السيارات الكهربائية بات المغرب وجهة الشركات العالمية حول العالم. وبالرغم من أنه ثاني بلد في إفريقيا بعد جمهورية الكونغو من ناحية الإنتاج، إلا أن جميع الدول تفضل التعامل مع المغرب بسبب السمعة السيئة التي تلاحق الكونغو، ومنها عمالة الأطفال في المناجم. وكان آخرها اتفاق بين مجموعة رونو الفرنسية لصناعة السيارات ومجموعة مناجم المغربية لتزويد رونو بخمسة آلاف طن سنويا من الكوبالت على مدى سبعة أعوام. يحتل المغرب اليوم المرتبة التاسعة عالميا في الإنتاج، حيث تنتج المملكة سنويا حوالي 2000 طن، ويبلغ الاحتياطي حوالي 18000 طن، بينما يقدر احتياطي العالم بسبعة ملايين طن، ويتواجد غالبا بنسبة لا تتجاوز 5%، بينما الكوبالت المستخرج من منجم بوزار المغربي تبلغ نسبته حوالي 90%، تمتلك الكونغو أكثر من نصفها، وما زال الطلب على الكوبالت في ارتفاع متزايد. ففي عام 2020 كان سعر الطن الواحد حوالي 33,000 دولار، ليرتفع في العام الذي يليه إلى حوالي 70,000 دولار، ويتوقع أن يرتفع أكثر في الأعوام التالية. ويسعى المغرب حاليا إلى استغلال جميع إمكانياته في هذا المجال، ولأجل ذلك وقع اتفاقية شراكة مع شركة غلينكور السويسرية بهدف افتتاح مصنع لإعادة تدوير الكوبالت في ضواحي مدينة مراكش. فهل سمعت عن هذا المعدن من قبل؟ وبرأيك هل ستتمكن المملكة من ريادة العالم في هذا المجال؟